دلوقتي هنرجع مرة تانية للميا حمدين عشان تعرفنا على أسعار الذهب بالعملات. اتفضلي يا لميا. شكرا ليكي جمانة. بصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 24 جنيه و52 قرش والشراء 24 جنيه و59 قرش. اليورو سعر البيع فيه 25.66 والشراء 25.74. جنيه استرليني سعر البيع فيه 29.62 والشراء 29.73. فرانك سويسري سعر البيع فيه 25.97 والشراء 26.6%. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.40 والشراء 3.41. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.52 والشراء 6.54. دينار كويتي سعر البيع فيه 79.76 والشراء 80.3%. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.67 قرش والشراء 6.69 قرش. ودلوقتي نتابع متوسط أسعار الذهب النهاردة، وهنبدأها بعيار 18. سعر السوق النهاردة 1269 جنيه للجرام. وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1480 جنيه للجرام. عيار 24 سعر السوق النهاردة 1740 جنيه للجرام. وأخيرا الجنيه الذهب 11840 جنيه. وهنرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك.